بعض سائقي الشاحنات المارين من خلال سيطرة التون كوبري بين محافظتي التأميم وأربيل طرحوا مشكلة يواجهونها من الضباط العاملين في السيطرة. بحسب رواية أحدهم، فإن الضابط المسؤول عن سيطرة التون كوبري يطالب بمبالغ مالية للسماح للسيارات بالعبور. يقول إن أحد السائقين الذي وثق طبعا هذا المقطع إن الضابط برتبة عقيد يطالب $100 عن كل شاحنة تحمل بيضا أو خضروات، ويطالب $200 عن البرادات التي تحمل اللحوم. يتساءل أصحاب الشاحنات إلى متى يبقى الحال على هذا النحو. في كل سيطرة هناك جبايات وإتاوات. فلنشاهد. صور هالصفحة شباب ليش موقفكم شباب؟ ليش موقفكم؟ يريدون فلوس، يركون فلوس بالسيارة؟ والله بالسيارة ورختين ونص. كل البرادات؟ كل البرادات ورختين ونص يريدون. هذا العقيد العقيد صور ثاني السيارة. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. صور البرادات، صور البرادات، صور السيارة. شوف شوف هاي البرادات كلهم راجعين، حتى بالحديد قاموا يرجعونه، حتى بالحديد قام يرجعون. كلها فلوس، كلها فلوس. صهري يرجع من قبر. شوف حتى بالحديد قام يرجعون. هاي البرادات هذا برات، هذا برادات. هاي ما شاء الله صاير قراج مال سياراتنا، قراج مال البرادات، بس برادات. بس برادات هنا، جماعة البرتقال، جماعة البيض، جماعة الدجاج، كلهم مكفينا، تفاح، فواكه، كله مستورد. كله